الاهلي بقى طبعا. هتقول لنا مين دلوقتي؟ طب دلوقتي يا كريم كلنا عارفين ان مارسيل كولر اول ما جه النادي الاهلي الطريقه اللي طبقها هي طريقه 4-3-3 اللي بتتحول لأربعة واحد اتنين تلاتة وبالخروج بالكرة بيبقى دايما سايبه لمروان عطية ودايما الاتنين اللي موجودين اللي هو حمدي فتحي أو أليو ديانج أكتر اتنين مشاركة معاه هم اللي بيقوموا بالأدوار اللعيب رقم 8 وبيقوموا بالزيادة العددية. ولكن الأماكن أو أنصاف المساحات اللي بيجري فيها لعيبة النادي الأهلي عشان يقدر إن هو ياخد الكرة فيها بتبقى أماكن ضيقة تستخلص الكرة بصعوبة أو بسهولة. دي قصة كبيرة جدا. دي لازم اللعيب اللي بيبقى رقم 8 اللي بيقوم بالدور الزيادات دي لازم يا كريم يبقى مميز جدا في استلام الكرة، لازم يبقى مميز جدا في أول قرار ليه، إن أنا أول ما الكرة تجيلي أنا أبقى محضر عارف إن أنا من وان تاتش هعمل إيه اللي هسلم أو طريقة استلامي للكرة. وده شيء مهم جدا، أنا بستلم الكرة بفتح لنفسي مساحة وزاوية إن أنا أقدر أزق الكرة أو أقدر إن أنا أطلع بالباص. فدي كانت المشكلة اللي موجودة حتى برغم إن حمدي فتحي قدم موسم أكتر من رائع هو أليو ديانج، ولكن يا كريم لما النادي الأهلي كان بيلعب ماتشات صعبة شوية كنت بتشوف إن حمدي فتحي وأليو ديانج عندهم مشكلة دايما في الـ في الـ في, في الكورة، يعني هم مش كويرة قوي أو طبعا. بروفايلات بتاعتهم مش كويرة. أنا هشوف حالات. حاضر يا كريم، بس أنا بس عاوز أوريك حاجة قبل ما نبدأ بالحالات بتاعت فمين ممكن يكون البديل الأفضل لحمدي فتحي داخل الدوري المصري. هو محمد رضا بوبو اللي بشوفه واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين حاليا في الدوري المصري. قبل ما أوريك حالات محمد رضا بوبو عاوز أوريك جرافيك كده يقولك هي المفروض الأدوار اللي بيقوم بيها لعيب نص الملعب إيه. لو نبص على الجرافيك اللي هيبقى موجود معانا كريم سريعا قبل ما نخش على الحالات هتشوف دايما ان اللعيب خط اللعيب يا كريم دايما نص الملعب دي الفايف بروجريسيف باس او كي باس تايب، دي الخمس كور او الخمس الباصات اللي المفروض تتعمل من لعيب نص الملعب او دي الطرق الباصات الخمسه. اول كره واحده فوق خالص دي اللي هي الكات باك، دي اللي هو اللعيب دايما بيخش او الباك باس اللي احنا بنتكلم عليها وراجل بيلعبها دايما قدام السكس يارد. الكره اللي بعدها ثرو بول اللي هي ان بيهايند ذا لاست ديفندر اللي الكره بتتلعب في ظهر المدافعين اللي هو ده الثرو بول اللي احنا كلنا عارفينه. الحاجه الثالثه وهي الكروس الاوفر اللي بتلعب عرضي خالص، والحاجه الثالثه اللي هي بروجريسيف باص اللي هو الباص المتدرج اللي الكوره بتتلعب فيه ان هو باص عمودي بيقطع خطوط الملعب. ده اللي هو بيكون يا كريم بروجريسيف باص ده لو اقل من 35 مربع 35 يارده يسمى الباص التدرجي او الباص العمودي او بروجريسيف باص. وعندنا الحاله الاخيره اللي هي لونج باص اللي هو لما الباص يتلعب عالي اكتر من 35 يارده ده بيسمى اللونج بول. هل الامكانيات دي كلها موجوده عند محمد رضا بوبو؟ تعال نشوف بالحالات وليه بنقول لمحمد رضا بوبو هو ممكن يكون البديل الافضل لحمدي فتحي. دلوقتي يا كريم هنا محمد رضا بوبو اللي معاه الكره، بص هيستلم الكره، بص يا كريم دايما هيكون بيتحرك، كورته كويسه جدا جدا، مميز جدا جدا في التسديدات. بص هنا ده الهدف اللي احرزه في حرس الحدود من بره منطقه الجزاء، مميز جدا في التسديد. نقطة تانية برضو اللي هو مميز في التسديدات، مميز في الخروج بالكرة، مميز في الاستخلاص. هنا برضو نفس الكلام يا كريم، الراجل مميز ان هو دايما بيتحرك ما بيلتزمش بمكانه، مميز جدا برضو في ده يا كريم اللي بقولك عليه، ده يعتبر بروجريسيف باص بيعمله بيخسر بيه خطوط. بص يا كريم هنا برضو الراجل على طول، بص هتلاقيه هنا بيلعب الوان تاتش وهيلعب الكرة بالعرض، ده برضو يا كريم اللي انا بقولك عليه، دي حاجة تالتة من خمس انواع الباصات اللي انا جبتهم لك. نفس الكلام مميز بضربات الرأس، الراجل مميز بضربات الرأس جدا 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 برضو، لعيب شبه متكامل. شوف هنا برضو يا كريم هنا مفيش حد في لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب عندهم الامكانيات ان هو الكوير اللي يقدر الكوره وهي جايه بالطريقه دي ان هو يحطها وان تاتش. نفس الكلام هنا برضو يا كريم، بص يباص ويتحرك يباص ويتحرك، بيقوم بدور اللعيب رقم 8 اكتر من تميز كبير جدا. بص هنا يا كريم راجل بيعدي من الاول والثاني ويعدي ويخش جوه منطقه الجزاء. هل في لعيب في النادي الاهلي في نص ملعب النادي الاهلي عنده القدره ان هو يجري ويقطع بكم المهارات دي الموجوده؟ مع طبعا لعيبه النادي الاهلي متميزه جدا مش هتكلم عليهم، بس عندك الوحيد اللي بيقدر ياخد الكره ويزق ويعدي هو أليو ديانج، ولكن أليو ديانج عنده مشكله كبيره جدا جدا في التلت الاخير. هنا برده بص يا كريم الشوطه من بره منطقه الجزاء متميز جدا، برده عاوز اوريك هنا بص يا كريم اللونج باس بتاعته، راجل عنده مساحه رؤيه اكتر من رائعه، راجل بيصايد كل المهاجمين اللي بيلعبوا معاه. بص يا كريم اللمسه دي، راجل متميز جدا جدا لما بيلعب ده، هو ده اللي انا بقول لك عليه. ليه الراجل ده ممكن يكون مميز في النادي الاهلي؟ علشان خاطر مفيش بروفايل، مفيش لعيب في بص يا كريم بيعدي من الاول والثاني والكره دي بيديها، مفيش لعيب في النادي الاهلي في وسط ملعب النادي الاهلي يقدر ياخد الكره ويعدي من الاول والثاني والثالث ويجمع ما بين المهاره، يجمع ما بين التسديد، يجمع ما بين اللونج بول، يجمع ما بين ان الراجل يلعب بدماغه كويس جدا. غير ده كله الراجل بيستخلص الكرات بطريقه برده اكتر من رائعه. بص هنا كريم هنا بوبو هيشوف يا كريم
بص راجل بص بص الباصه كريم مش عنده عنده مساحه رؤيه وحريف كوره بيقدر ان هو يعمل كذا حاجه. فانا شايف ان محمد رضا بوبو بص يا كريم بيعدي من الاول والثاني عنده جرأه كبيره جدا يقدر يعدي من اي حد حريف خش جوه منطقه الجزاء. بص يا كريم هو دي الكات باك اللي بقول لك عليه بيعمل كل ادوار لاعبي نص الملعب الخمسه كل الباصات كل التمريرات اللي ممكن يعملها محمد رضا بوبو بيعملها ومتميز زي ما قلت لك في التسديد متميز في السرعه بيلعب ثرو بول ده الثرو باس اللي بقول لك عليها كريم في ظهر المدافعين. بص لما تقعد تتفرج عليه مش هتزهق الراجل بيصايط المهاجمين اللي معاه. فانا شايف ان محمد رضا بوبو هو من افضل اللاعبين داخل مصر اللي ممكن يعوض غياب حمدي فتحي. عظيم جدا.